استاذ رجب، السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله نعمه وفضل. اتفضل يا استاذ. اكلم الدكتور والله. اتفضل معاك. اتفضل. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا حاج رجب، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا باشا. وسيادتك طيب، اهلا وسهلا. والله انا كنت اصبت بالسكر في 2018 وانت طيب الصحه والسلام. الاول الوزن السن 56 سنه. السن؟ الوزن 80 كيلو. 75 56 سنه. والوزن 85. والوزن 80. 80. والطول قد ايه يا فندم؟ الطول 150 يا باشا. طيب يعني في زياده حوالي 20 كيلو. ايوه يا باشا. السكر سيادتك من سنه 2018. من شهر 2 2018. طيب السكر الصايم كام دلوقتي؟ دخلت على اثرها العنايه المركزه. الصايم دلوقتي 70. حضرتك انا خدت انسولين لمده 8 اشهر وبطلت. اوكي. بطلته. اللي عندي الجهاز اللي انا بقيس بيه، بقيس مظبوط السكر مظبوط. نعم. يعني انت حاليا ما بتاخدش اي ادويه؟ لا، باخد في حاله الحاله النفسيه بس بيطلع السكر. لا يعني انت حضرتك بتحلل كل قد ايه في البيت تحليل السكر العادي؟ معدل في الاسبوع مرتين. شاطر حضرتك دلوقتي. في الاسبوع مرتين. من غير ما بتكون زعلان او حاجه السكر بيطلع طبيعي، مظبوط؟ السكر طبيعي، لما يبقى الحاله النفسيه العلاج نفسه ما بيجيبش معانا نتيجه. اخر سنه الوزن ثابت ولا خسيت؟ لا خسيت. خسيت قد ايه؟ خسيت حوالي 7 كيلو. عامل رجيم ولا من غير رجيم؟ لا من غير رجيم يا دكتور. والسكر مظبوط؟ السكر مظبوط زي ما قلت لحضرتك في حدود الحاله النفسيه. العلاج لما بتبدا في حاله نفسيه العلاج ما بتجيبش معنى نتيجه. باخد جلوفاتك. يعني انت حضرتك دلوقتي ماشي على الجلوكوفاج؟ بس لما بنظبط ما باخدوش. طيب اتفضل اقفل اقفل وهرد على سيادتك. شكرا استاذ رجب. يعني هو دي الحاله الشائعه في بلادنا اللي هي سكر يجي للمريض وبعد لا باخد اي علاج سواء انسولين او غير انسولين يبدا السكر يتظبط. هو هنا حضرتك بيتعامل مع السكر كارتفاع درجه الحراره. الحراره ارتفعت ياخد يعني زي الباراسيتامول او البرال او كده او اسبرين ولا حاجات تنزل الحراره. تمام. الحرارة تروح يوقف الدواء، مع ان ده ممكن نقبله في حالات الطارئة زي حرارة مرتفعة زي مغص زي مثلا ارتفاع بلاش حتى يعني ألام معينة في مكان ما خراج ناخد انتبيوتيك ويخف او تمام. دمل. لكن السكر دي من الامراض اللي هي اللي ممكن تسميها مستمرة. ما ينفعش يوقف ما ينفعش الدواء. يوقف حتى لو السكر اتظبط. ليه؟ لان لما انت بتبدا تظبط السكر الخلايا اللي كانت نايمه بتاعه الانسولين بدات تنشط. تمام. فهتفضل تشتغل بالقصور الذاتي يا حسام. يعني تشتغل لوحدها نشطه تاني. النشاط ده بعد شويه بيروح واقع والسكر يعلى قوي ما نعرفش نظبطه. هو الخسسان بتاعه ممكن يكون يعود. اولا مفيش دواء بينزل السكر حبايه بحبايه. في يعني انت خدت دواء سكر سواء انسولين او حبوب فهنا هينزل السكر في الوقت ده لكن له تاثير تراكمي. يعني ممكن توقف العلاج ويفضل تاثيره 3 4 شهور شغال. واخد بالك؟ وهو اما خس ال 6 7 كيلو سواء خسهم نتيجه الجلوكوفاج او من غيره فدي كافيين ان هو برضه يحافظ على معدلات سكر معقوله في الدم. انا انصحه ان هو يمشي على الجلوكوفاج. هو وزنه 80 كيلو طوله 150، يعني لو وزنه بقى 65 هيبقى كويس، 70 يبقى كويس. فيمشي على الجلوكوفاج 500 مللي جرام حبايه قبل الاكل الغداء والعشاء يعني مرتين في الاسبوع ويكمل على كده وبعد شهرين نتصل بينا تاني ان شاء الله.